سوزا الانباء عنه ايه؟ انا سمعت ان في تراجعات من عند اللاعب ومن عند النادي نفسه. حتى الان اللاعب كان بيقترب بشده، لكن لحد دلوقتي لم يصل اللاعب او ما حصلش اتفاق يعني رسمي او كلام من جهه اللاعب او حتى من النادي الاهلي، فبالتالي لا زال اللاعب على ذمه فريقه. طبعا كان اقترب الايام اللي فاتت وكان في تواصل تام ومباشر بين اداره النادي الاهلي واللاعب نفسه اللي كان مرحب جدا وكان سعره مناسب، هو اقل من مليون يورو، لكن يعني الامور وقفت شويه. ممكن تستأنف المفاوضات الايام الجايه ونشوف هل الاهلي هيجدد الرغبه في التعاقد مع اللاعب او لا. شكرا زميلنا آسر حسين محلل رياضي.